تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدويرة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بترويج المؤثرات العقلية تحت إشراف الدائم للنيابة المختصة إقليمياً. أسفرت العملية عن إيقاف 4 أشخاص مسبوقين قضائياً ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، مع ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 13314 قرص مؤثر عقلي، مبلغ مالي قدره 171000 دينار جزائري من عائدات المتاجرة بالمؤثرات العقلية. مركبتين سياحيتين كانتا تستعمل في النقل والترويج هذه السموم. بعد استكمال الإجراءات القضائية تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المختصة إقليمياً عن قضية الحيازة، النقل، التخزين، البيع والتوزيع في إطار شبكة إجرامية منظمة.